سلم هالايدين. الله يسلمك يا رب. شو هاي الشنطه اللي معك يا نعيم؟ يا مو هي الشنطه الزبون نسي عنا بالقهوه. وشو فيها؟ ما بعرف، خلينا نفتحها ونشوف شو فيها. لا يا اخي ما بيصير، هي شنطه امانه والامانه ما بتنفتح غير بوجود صاحبها. بركي كان فيها شيء ما بيسوى. يا مو الله يخلينا ياكي، فيها شيء بيسوى ولا ما بيسوى؟ هي الشنطه امانه وما بصير تنفتح غير لصاحبها. اخي معه حق، ما لازم حدا فينا يمد ايده على الشنطه. ستي انا فايت حط الشنطه بالغرفه وطالع اغسل، وانا رح احط لك تاكل. يلا دوبرين. بس ايدي اذا هالشنطه ما فيها شيء. هلا بتاكد يا عمو. بتعرفوا تغرفتي يا عمو. يلا الحمد لله رب العالمين، هم ونزاح عني لما اجى صاحب الشنطه واخذها يا اخي. اي والله، بس انت قد وقدود يا اخي. الحمد لله الحمد لله، الف حمد وشكر يا رب. عود عود انا بفتح. يلا يلا يلا. ما لينا شيء. وين رحتوا الذهبات يا حرامي؟ داخل اتركهم محجوب. ما راح اتركه ليرجع لي ذهباتي. والله ماني عرفان عن شو عم تحكي يا اخي. كذاب! خذوه. حاضر سيدي. مشان الله لا تتركه. حرك لك! مشان الله حرك لك! يا اخي امشي. شري ليش خليتهم ياخذوه؟ شو بدك يعني يعمل له يعني؟ والله فيك ترجع الذهبات اللي سرقتهم انت وامك للزلمه ويطالع اخوك من الحبس. بقص لسانك اذا بتعيدي هذا الموضوع مره ثانيه. لك اخي اخوك رح يقضي كل عمره محبوس ظلم بسبب عملتك انت وامك. شو اعمل له يعني؟ ونحن اللي صرفنا عليه وربيناه لصار بهيك عمر. اسمعي ولي، ونحن كمان طعمناه وعاملته مثله مثلك، سمعانه؟ وهو ماله ابني. بس هو اخونا من ابونا يا امي، ربى معنا من نحن وصغار، كل عمره يشتغل يصرف على البيت. بدفنك بارضك اذا لسه بتدافع عنه. خاف الله بأخوك، حرامي قضي عمره محبوس بسبب عملتك انت وامك. يا بكره ما بيلاقوا عليه شيء بيطالعوه. المهم انت ما تحكي شيء. فهمتي؟ روح عند امي خليتي. يعطيك العافية أخي. أهلين. الله يعافيكي. أنا دلني على بيتك صاحب القهوة أبو العز. ومين حضرتك؟ أنا بكون أخته لنعيم أجير القهوة. أوعك تكوني جاية مشان طالعه من الحبس. أنا جاية مشان أعرض عليك عرض. شو هو؟ أنا بعرف مين اللي سرق لك ذهباتك. ومين هو؟ ما رح أقول لك هلأ،
رجالك ذهباتك كلياتهم بس توعدني انك طالع اخي نعيم من الحبس. ماشي. لكن المسا الذهبات بيكونوا عندك، خاطرك. مع السلامة. ما وصلني يا حمدي. بعرف ليك وحقك على دوز بارع. عمي ناوي تحبسني عمي؟ نفسي احبسك وحاسبك حساب عسير، بس انا ما بعملها. تعرف ليش؟ مشان المرحومة اختك يلي ما رضيت تحكي انه انت اللي سرقت الذهبات. كان كل همها الطالع نعيم من الحبس. روح عمي روح، الله يسامحك. وأخي عمي رح طالع من الحبس وإن شاء الله يرضى يسامحني على الظلم اللي ظلمته إياه. روح روح، الله يجبر بخاطرك. روح الله يعزك. تيسر عمي تيسر. حسبي الله ونعم الوكيل. نعيم، بدي اعرف مين سرق الذهبات ولا زق التهمة فيني. بلا ما تعرف بيكون احسن لك. بدي اعرف. رح لك تفضل. يلا يلا شرف يلا. لك ابو محجوب، ابو محجوب طالعني من الكراكون وقصد حقه عني لانه عرف اني بريء. انا بشو قصرت معكم؟ انا شو عملت لكم؟ لك من وانا صغير بشتغل وبجيب مصاري وبحطها بهالبيت بس كرمال طرده. بدك مصاري لك يا امي؟ خدي كل شيء معي، خدي حصتي من ورثة ابي بهذا البيت، بس تركي لي هدول، تركي لي هدول اخواتي. انت شو؟ انت مو بس قتلتيها لاختي، انت قتلتيني لالي. قتلتيني لالي يا مو، قتلتيني من وقت ما حرمتيني هدول اللي اسمهم اخواتي. روحي الله.